الجمهورية تعلن وصول ولي عهد السعودية الأمير محمد بن سلمان اليوم إلى القاهرة في زيارة تستغرق يومين. الرئيس السيسي يشهد افتتاح المؤتمر والمعرض العربية الدولية 15 للثروة المعدنية. الإسكان تم في نفاذ الوحدات السكنية المطروحة بمشروع جنة. الخامسة مساء بتوقيت القاهرة، موجز الأخبار من تلفزيونها، أهلا بكم. قال السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية إن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي عهد المملكة العربية السعودية يصل القاهرة اليوم في زيارة تستغرق يومين لوطنه الثاني مصر، وأضاف أنه من المنتظر أن تتضمن الزيارة عقد جولة مباحثات مع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي تتناول العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، فضلا عن التباحث حول بعض الملفات السياسية ذات الاهتمام المشترك، وذلك في إطار الشراكة الاستراتيجية بين القاهرة والرياض. على صعيد متصل، شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي افتتاح المؤتمر والمعرض العربية الدولية 15 للثروة المعدنية بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والسفير أحمد أبو الغيط أمين عام جامعة الدول العربية والدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب وعددا من الوزراء، بجانب وزراء الثروة المعدنية بالدول العربية المشاركة في فعاليات المؤتمر والمهندس عادل الصقر مدير المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين. وخلال الافتتاح ألقى المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية ورئيس الدورة الحالية للمؤتمر كلمة أكد فيها الدعم الكامل الذي توليه القيادة السياسية لقطاع التعدين واهتمامها بتطويره إدراكا منها للدور المهم الذي يلعبه في الاقتصاد المصري. وأعلن الملا خلال كلمته أن الوزارة وضعت هدفا قوميا لزيادة مساهمة قطاع التعدين في الناتج القومي ليصل إلى 2% خلال السنوات الخمس القادمة. وتسلمت مصر ممثلة في المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية مسؤولية رئاسة المؤتمر العربية الدولية 15 للثروة المعدنية من وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية بالمملكة العربية السعودية خالد الفالح. نفت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ما نشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء تفيد بنفاد الوحدات السكنية المطروحة بمشروع جنة للإسكان الفاخر بجميع المدن التي يشملها المشروع. وأكدت الوزارة أن باب الحجز ما زال مفتوحا أمام المصريين المنطبق عليهم شروط هذا المشروع سواء بالداخل أو المقيمين بالخارج. وأشارت الإسكان أن الوحدات التي نفذت بمشروع جنة هي تلك الموجودة في مدينة الشيخ زايد فقط، أما باقي المدن التي يشملها المشروع فيوجد بها وحدات متاحة. نفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ما نشر مؤخرا من أنباء تفيد باعتزامها دمج كتاب مادة التربية الدينية للتلاميذ المسلمين والمسيحيين وتدريسها اعتبارا من العام المقبل. وأكدت الوزارة على احترامها لخصوصية جميع الأديان السماوية والمعتقدات المتعلقة بكل دين على حدة، وأن كل ما يثار في هذا الشأن هو شائعات تستهدف إثارة البلبلة بين الطلاب وفي أوساط الرأي العام. وصل حزب مستقبل وطن تنظيم فعالياته التنموية والخدمية في كافة محافظات مصر، حيث قام الحزب بتوزيع بعض الجوائز على الطلبة المتفوقين دراسيا بمدرسة الخلفاء الراشدين بمدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية. كما قام الحزب بتوزيع بعض المواد الغذائية بأسعار مخفضة بمدينة رشيد بمحافظة البحيرة. وفي دمياط قام الحزب بتوزيع بعض المواد الغذائية مجانا بقريتين بمركز دمياط. وفي بني سويف قام الحزب بتنظيم ندوة تثقيفية حول أهمية المشاركة في الحياة السياسية، كما نظم الحزب فصولا لمحو الأمية بقرية أبو خلاد بمركز ناصر بذات المحافظة. مشاهدينا انتهى موجز الأخبار، شكرا لحسن المتابعة.